بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة عن ازاي تقدر تخفي برنامج في الايفون بطريقة سهلة من غير برامج. بنروح بنشوف البرنامج اللي احنا عايزين نخفيه خالص، بنختار ده مثلا وبنحطه في صفحة لوحدها هنا. بعد ما بنحطه هنا في صفحة لوحدها، بتضغط على شريط الصفحات اللي موجود من تحت، اظهر لك كل الصفحات من هنا. بنشيل علامة الصح اللي موجود فيها الابليكيشن، وبكده انت خفيت البرنامج من الشاشة الرئيسية، بس هتلاقيه موجود في المكتبة برضو. بنروح نشوف هنخفيه ازاي من المكتبة. بنروح للاعدادات، بعدين بندخل على سيري، بعدين بنروح البرنامج اللي احنا هنخفيه اللي هو ده، ونلغي تفعيل كل حاجة هنا، وبكده انت خفيت البرنامج خالص. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات.